فاس والكل في فاس. فاس مدينة العلم والطب والفلسفة، مدينة القرويين اللي كتعتبر أقدم جامعة في العالم، الجامعة اللي حضنات بالرباط وبالعربي وبن خلدون وحتى ليون لافريكا، وما نساوش الحاخام موسى بن ميمون العالم والفيلسوف والطبيب عظيم الشان اللي تأثر به الدكتور عمران جيجي الله يرحمه، ومن كتابه دلالة الحائرين تعلم مزيان. تزاد الدكتور جيجي عام 1934 لشمعون جيجي وعيشة سلطان، وتسمى على الصديق بن ديوان ديوزان. كبر في الملاح فاس وقرا في ام هابانيم بحال جميع الصبيان. من بعد ما خد البكالوريا في فاس سافر الدكتور جيجي لفرنسا، قرا الطب وخد شهاده الدكتوره من جامعه باريس. رجع الدكتور عمره من المغرب وخدم في مجموعه من المستشفيات، تعرف عند الكبير والصغير بالمعقول والخير الكثير والتعامل المزيان، حتى سموه اليهود والمسلمين بالطبيب الفقراء اللي كان يعاون كل انسان. في عام 1988 ترأس الدكتور عمره من الجماعة اليهودية المغربية في فاس، نظم مناسبات ودار أنشطة، وحضوره كان قوي في الخيريات ودور العجزة من فاس حتى الوجدة، حيا المناسبات الدينية والوطنية وجمع يهود ومسلمين في سنتر كوميونيتير في نهار الميمونة كل عام. توفى الدكتور عمره مقيقي عام 2019، وفي جنازته حضروا ناس كتار كلهم أكدوا على فعله وعماله والخير الكتير اللي دار. باروخ دايان هائمت والله يرحم الدكتور عمره.